الله الرحمن الرحيم. معكم هشام دريوش، عضو بجمعية السلام ومستشار بمقاطعة العيادة. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. نحن اليوم رفقة شرفاء قطاع القدس، رؤساء الجمعيات الذين يكونون اتحاد جمعيات القدس. نحن اليوم في محطة التبرع بالدم وتنظيم الجمعيات المحلية بشراكة مع المركز الوطني لتعاقون الدم وبدعم من الجمعوي الكبير الأخ محمد الزلزولي، مشكور على الدعم دياله الدائم. اليوم كننظموا هذه المحطة هذه بمشيط الصفاء. كيف كتشوفوا صاروا الجمعيات على هذه المسائل التنظيمية؟ إن شاء الله ونتمنى تكون هذه الأمور بخير كما مستر لها. لنطلق بعد قليل، وهذا نداء للساكنة باش تبرع بالدم ديالها من أجل الوطن. معكم يحيى بشرى، رئيسة جمعية الفردوس لتضامن الحد من الهشاشة قطاع القدس العيايدة، ورئيسة الجهة في الملتقى الوطني الدولي والدبلوماسية الموازية وثقافة السلام. جينا احنا اليوم كجمعية كتنتمي لاتحاد جمعية المجتمع المدني بالعيايدة لتنظيم هذه الحملة، حملة التبرع بالدم. وكنشكر الساكنة لأنها كلها حماس جاو يشاركوا معنا باش يتبرعوا بالدم لفائدة ساكنة قطاع العيايدة بصفة عامة ومدينة سلا. مصطفى موتشو، نائب رئيس مقاطعة العيايدة وكذلك فاعل الجمعوي. اليوم ساكنة قطاع القدس جات باش تلبي نداء ديال جمعية المجتمع المدني من أجل التبرع بالدم في إنقاذ لمجموعة من الأرواح هي في أمس الحاجة القطرة من الدم ديالنا. هادشي راه ماشي غير على ساكنة العيايدة، فكل سنة تيديروا حملة ديال التبرع بالدم، وتبارك الله تيكون إقبال كبير من أجل التبرع وإنقاذ مجموعة من الأرواح. الشكر الخالص لسيد عمدة مدينة سلا اللي شرفنا بالحضور ديالو اليوم، اللي حضر شخصيا وتبرع بالدم ديالو، كذلك السيد كربوب النائب البرلماني عسى الجديدة، ومجموعة من السياسيين ورؤساء جمعية المجتمع المدني اللي حضروا وتبرعوا بالدم ديالهم، وكذلك الشكر الخالص لكل مكونات المجتمع المدني والساكنة. كما تنشوفوا هذا الإقبال هذا تدل بأن على الكرم والجود ديال المغاربة، وأنهم تعرفوا الضرورة ديال التبرع بالدم وعارفين الأرواح اللي محتاجة قطرة من الدم ديالنا. تنتمنوا مجموعة من الحملات تتكرر. بهذه المناسبة تنوجه مباركة ديال مقاطعة العيايدة لساكنة العيايدة وكذلك ساكنة مدينة سلا بمناسبة عيد الفطر المجيد. تنباركوا العيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذلك الأسرة العلوية الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ممثل جمعية النساء المتحدات. اليوم احنا كنتواجدوا في هذا المكان من اجل واحد البادرة طيبة اللي هي بادرة خير لصالح المرضى ديال الوطن ديالنا. استجابة للنداء الوطني، هذه البادرة كيقوموا بها جمعية المجتمع المدني بشراكة مع المركز التحقل للدم. بادرة في الحقيقة هذه يومين وحنا معبئين الناس، خصوصا الساكنة ديال قطاع القدس ما بخلتش علينا، استجبت النداء وقبلت البادرة. يعني كان تجاوب ديال الساكنة كلهم معانا، ومن هذا المنبر كنبغي نشكر جميع جمعية اتحاد القدس على هذا التفاعل وعلى التعازر وعلى التضامن في هذه الخطوة ديال الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام راشق جمعية أجيال القدس. الحمد لله نطلب الله عز وجل تقبل منا هذه العشر أيام الأواخر من رمضان، تقبل الله منا ومنكم. سهرنا جميعا جمعيات ديال العيايدة بما فيهم جمعية أجيال القدس اللي كنتمي ليها. كنشكروا جميع فعالين اللي فعلوا واجتهدوا، سواء من المقاطعة ولا من البلدية ولا من رؤساء ديال الجمعيات. رؤساء الجمعيات الحمد لله مشكورين بما فيهم سي هشام اللي سبق الله سهروا وضربت معاه اليوم، كنشكروه من هذا المنبر. تحية لجميع الجمعيات اللي سهروا على التبرع بالدم. ان شاء الله نطلب الله عز وجل تكون هذه صداقة جارية للجميع المسلمين. كنعاونوا خوتنا اللي محتاجين نقطة الدم، انما كان الانسان يقدر يموت وتبقى نقطة الدم كتجري في واحد اخر حي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم ديالنا ناصري فتيحة، رئيسة جمعية أبطال حمزة للتيكواندو. نشكروا اتحاد جمعية القدس العيايدة. احنا اليوم جينا هنا كنلبيو النداء لهذه البادرة القيمة وهي تبرع بالدم من أجل خوتنا المرضى. معكم يوسف اللوزة، رئيس جمعية السلام الرياضية العيايدة. كما تتشوفوا اليوم تنقوموا بواحد العمل المجهود مع جمعية المجتمع المدني، تنديروا واحد الحملة ديال التبرع بالدم في القطاع القدس العيايدة في مسجد الصفاء. تنشكروا كاع المواطنين اللي تيتواجدوا هنايا اللي تا هما تيساهموا بالتبرع ديالهم، وشكرا لكم بزاف. سامي رشيد، رئيس جمعيه اجيال القدس. جينا هنا نساهموا بحمله طبيه من اجل التبرع بالدم، وكنغتنموا هذه الفرصه لجميع المغاربه، جمعيات، احزاب، مواطنين باش يتبرعوا بالدم بقاد ارواح المواطنين. بريش نور الدين، رئيس جمعيه الرابطه الرياضيه السلاويه. عجبني هذه المبادره، لان قربتوا عند الناس، قربتوا عند المواطن. السيد ساكت قاسم، رئيس المكتب المغربي لحقوق الانسان فرع سلا. تشكركم على هذه المبادره الطيبه
لهذه تقرب الإدارة للمواطن. تنشكر جميع الإخوان والأخوات وجميع الناس اللي جاوا في هذا الشهر المبارك ديال رمضان وعطوا هاد الدم. تنطلبوا الشفاء العاجل لسيدنا نصر الله، وتنقولوا عيد مبارك سعيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصنوه مولاي رشيد وولي العهد مولاي الحسن، وعيد مبارك سعيد لجميع المسلمين. وشكرا للمنبر الإعلامي إفادة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.